من حقك تعرف حقك مع هيئة تنظيم الاتصالات. يمكنك إيقاف عمليات الشراء من متاجر التطبيقات باستخدام رقم الهاتف المتحرك، ويمكنك تفعيل الشراء فقط في حال تحديد سقف لقيمة المشتريات من خلال تواصلك مع مزود الخدمة. مشتركي اتصالات، يمكنكم اتباع الخطوات التالية: الاتصال على 101-70 الرد واختيار رقم 1، لتحديد المبلغ قم باختيار الرد رقم 3 واختيار الرقم 5 لكتابة المبلغ المحدد، للتأكيد اختر رقم 1. ستصلك رسالة نصية لتفعيل الخدمة. لمشتركي دو أرسل رسالة نصية للرقم 1355 تحتوي على كاب والمبلغ المحدد. ستصلك رسالة نصية لتفعيل الخدمة.